أهلا بحضراتكم بالفقرة الأسبوعية استراحة قرآنية مع الأستاذ الدكتور جمال عبد الستار الأمين العام لرابطة علماء أهل السنة. الرابطة دي الحقيقة صدر تصريح على لسان أحد مشايخ القاهرة بأنها خارجة أو يعني حاجة كده مش مظبوطة. أنا التصريح ده قريته من يومين، بس خليني أرحب الأول بالدكتور جمال عبد الستار. أنا دكتور جمال، مرحبا بك أستاذ محمد، وسعداء بلقائك ومفاجآتك اللي دايما. والله ما مفاجأة، يعني. طب والله رزقك حلو يا دكتور جمال. وأنا عمالة دلوقتي أقرأ الورق لقيت افتكرت أني من يومين قريت تصريح أني حد قال على الرابطة دي بأنه خارجة وأنها لا تمثل الإسلام، حاجة تصريح كده مش هفتي فيه، زمايل إن شاء الله يجيبوه يعني، ولو أنه مفاجأة، فخليني بس أقول لحضرتك ده رزقك. يسعدني ان شاء الله تعالى، وده له علاقه اعتقد بحلقه اليوم، يعني الحلقه اسمها الاستبداد. دكتور جمال، انت بتختار الموضوع ازاي؟ يعني ازاي بتفكر في الموضوع وتقترحه؟ انا بقرا في الواقع الموجود كويس، وانا عندي عقيده كامله. القران كما قال ربنا سبحانه وتعالى تبيانا لكل شيء، فما من مشكله في الامه الا والقران فيها حل. طب ما فيش استبداد في القرآن الكريم؟ لا، في استبداد في القرآن الكريم، ما فيش ولا مرة ذكر لفظ استبداد في القرآن الكريم. هو القرآن الاستبداد ليس لفظا، الاستبداد حالة، الاستبداد صفات، الاستبداد سلوكيات، الاستبداد منهجية. القرآن حكم يقرب من 120 حالة في مواصفات الاستبداد وأثار الاستبداد وأسباب الاستبداد. ده إذا كان القرآن ما فيش استبداد ما فيش قرآن. إزاي؟ طب اديني مثال، قل لي أي نوع من الاستبداد. الاستبداد يعني القرآن مثلا أعطانا نموذج الاستبداد السياسي، مثلا فرعون كان نموذج فرد مثلا، ذكر 120 مرة في القرآن الكريم بس بدون لفظ مستبد، بدون صفة مستبد. لا أظن، لا، أصل الاستبداد دي صفة لحالة، حال الظلم. القرآن مليء بآيات الظلم، أكثر من 700 آية ظلم في القرآن، عن الظلم، عن الطغيان، عن عكسها العدالة، كل ده بتتكلم عن الاستبداد. الأمر بالعدل، الأمر بالشورى على عكسها. النماذج التي ذكرت في القرآن كما ذكر مثلا فرعون، أليس لي ملك مصر وهذا النهر تجري تحتي، فتصبحون، وصل إلى حتى قال أنا ربكم الأعلى، ونموذج التدرج حتى وصل إلى درجة الألوهية. كل درجات الظلم في درجاتها المتعددة ذكرها القرآن الكريم. الاستبداد دي صفة، لكن كل درجات الاستبداد، حتى ولذلك الاستبداد في القرآن ليس حالة سياسية فقط، يعني لما نتكلم إن شاء الله يبقى متنوعة في كل حالات الناس. فأنت قد تكون مستبد صغير وأنا مستبد أصغر والناس كلها، وبالتالي القرآن أعطى منهجية العدالة للناس. ومن هنا فالقرآن حينما أتى لحرية الإنسان، يعني فكل ما يتعارض مع تلك الحرية إنما يقع تحت اسم الاستبداد. طيب الاستبداد ده ظهر يمكن عند أمة العرب على يد الكواكبي مثلا، لما عمل الاستبداد، عمل كتاب عن الاستبداد، حتى وظهر في أوروبا في وقت قريب، يمكن في القرن 18. لكن الطاغية ظهر، الاسم ده ظهر في القرآن الكريم. نعم، اذهب إلى فرعون إنه طغى. وقال ربنا سبحانه وتعالى مبينا هذه النموذج في المواجهة حتى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. لأن ربنا بيقول إيه؟ بيقول مثلا والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. كوي. ثم جاء وعلق بعدها وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين أنهم يأخذون حقهم، وأنه لا حرج عليهم في أن يأخذوا حقهم، وإنما المشكلة والحق على الذين يبغون. إنما الله سبحانه وتعالى يقول في سبحانه وتعالى على هذه الحالة الذين إنما البغي كما قال ربنا سبحانه وتعالى، أقول لك الآية، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب المفسدين. ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس بغير الحق. فالمشكلة كلها في الذين يبغون، مش في الذين يأخذون حقهم. وآيات البغي كثيرة، وآيات الطغيان كثيرة في القرآن. آيات الطغيان منها وإذا بفرعون طغى، ولكن وصف أيضا قوم بأنهم طاغون، زي الآية توصوا به بل هم قوم طاغون. نعم، يعني الطاغي مش ممكن، الطغيان تجاوز الحد.
فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. يعني احنا ممكن نطغى، هذا نداء للنبي صلى الله عليه وسلم، أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فاستقم كما أمرت، فكل مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله فإنما هي طغيان. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. طب ليه دكتور جمال ما اخترتش عنوان الطغيان في القرآن الكريم؟ الطغيان في القرآن الكريم مثل الظلم في القرآن الكريم بيعطي ظلال على حالة معينة، لكن الاستبداد أكثر اتساعا وأكثر شمولا. ويعني ما قلت الطغيان ممكن يبقى الطغيان مجاوزة الحد، لكن الاستبداد حالة شعورية ومنهجية، الاستبداد منهجية مش مجرد ظلم. طيب الصور الاستبداد في القرآن الكريم تبقى لكلام حضرتك صور فكرية واجتماعية واقتصادية وسياسية. نعم، هو على حسب انت بتتكلم انواع الطغيان بالنسبة لمن، او الاستبداد بالنسبة لمجالاته، او بالنسبة لمن قام به. فان كانت النسبة لمن قام به فالاستبداد ممكن يكون فرد، وممكن يكون جماعة، وممكن يكون حاكم، وممكن تكون حزب، وممكن تكون مجموعة، وممكن يكون مدير، وممكن يكون زوج، وممكن تكون زوجة. فلمن قام بالنسبة أنواع الاستبداد بالنسبة لمن قام به قد يكون فرد أو مجموعة أو حاكم. فكل واحد تجاوز الحد ولم يعطي للناس حق الشورى وتجاوز آراء الناس فهو مستبد أيا كانت مقامه أو مكانه. ده بالنسبة لمن قام به. تمام. أما أنواع الاستبداد بالنسبة لمجالاته، في استبداد فكري واستبداد اقتصادي واستبداد مجتمعي. ناخد نموذج بعد إذنك على الحالات. الاستبداد الفكري. الاستبداد الفكري أن تلزم الناس برؤية واحدة أو بفكرة واحدة أو بمذهب واحد، إن خالفوه فقد خالفوا الحق والعدالة. زي ما أريكم ما أرى. ما هي وعن فكرة ما أريكم إلا ما أرى. قد تكون يعني فلسفة حاكم، وقد تكون فلسفة عالم، وقد تكون فلسفة مثقف، وقد تكون فلسفة إعلامي، وقد تكون فلسفة سياسي. وبفزاعة الخوف يستخدمها السياسي ليقول للناس أحافظ على أمنكم فيستبد، ويستخدمها المثقف أحافظ على وعيكم فيستبد، ويستخدمها العالم أحافظ على دينكم فيستبد. فالاستبداد الفكري أن تلغم الناس على رؤية واحدة أو على فكرة واحدة ولا ترى في غيرها الصواب والحق. وبالمناسبة الاستبداد في مجال الفكر أسوأ أنواع الاستبداد. تمام. وأصعب أنواع الاستبداد، لأن الاستبداد السياسي بيذهب ويأتي، لكن الاستبداد الفكري بيتعمق في وعي الناس ويحتاج إلى زمن كثير لإزالته، ويحتاج إلى حملة وعي ضخمة حتى تقوم بتغيير الناس. ولذلك بنو إسرائيل لما تجذر الاستعباد والاستضعاف في نفوسهم لم يصلح معهم العلاج، فما كان لهم من علاج بعد أن أخذوا صدمات في محاولة العلاج وصدمات فكرية عظيمة ليقوموا بالإفاقة لم يستفيقوا، فكتب الله عليهم التيه 40 سنة حتى أخرج الله تعالى نسلا جديدا يحمله فكرا جديدا يمكن أن يحمل رسالته ويكمل بها. طيب والاستبداد الاجتماعي؟ الاستبداد الاجتماعي أن تعطي لطائفة مكانة عن طائفة، أو لمجموعة، أو لأهل وظيفة، أو لرتبة من الرتب، أو لأسرة من الأسرة. بس خلينا في القرآن، يعني في القرآن بتديني أمثلة من القرآن. يعني الاستبداد الفكري خدنا ما أريكم إلا ما أرى. والملأ دائما، الملأ أصحاب المصالح، الملأ مع قوم فرعون ومع نوح ومع غيرهم، هؤلاء أصحاب المصالح. فالملأ يعني قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لم يقل أكرمكم عند الله أغناكم ولا أنسبكم ولا أكثركم. ومن هنا إحنا عندنا استبداد، دي أسرة فلان هي صح لازم تبقى صاحبة الحكم، أو أسرة الفلانية هي تمسك الإعلام، أو الأسرة الفلانية أسرة عريقة هي الأجود والأقرب لأنها تمسك كذا. حتى هذا في النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعيبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس ملكا وليس صاحب أموال كثيرة، ولولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، إحنا كنا عايزين حد من الناس أصحاب الكاريزما العالية عشان ينزل عليه الوحي.
فاعتبار الناس باعتبار أنسابهم اللي باعتبار أموالهم، وده موجود في كل صور الاستبداد، الأسر الحاكمة في العالم أو المنظومات الحاكمة أو العائلات الحاكمة سواء كانت اقتصادية أو سياسية، الأمم المستبدة أو البلاد أحيانا بيحكمها 50 أسرة أو 20 أسرة تمام. أو 40 أسرة، صورة من صور الاستبداد المجتمعي. لكن معلش يا دكتور، يعني برضو نرجع تاني للتعريف الاستبداد الأولاني. نعم. أو الطاغية الأولاني، ممكن أنا أكون طاغية. نعم. ممكن كفرد يعني طاغية على زوجتي، طاغية على اصحابي. نعم. طاغيه كاعلامي. نعم. مستبد يعني. صحيح. حضرتك قلت لي دلوقتي في الاستبداد الاجتماعي او الطغيان. نعم. الاجتماعي يعني اعطاء طائفة او مجموعه على حساب الاخرين. وبعدين قلت حضرتك ان ربنا وضع الشرط ان اكرمكم عند الله اتقاكم، وللرسول حديث صلى الله عليه وسلم بيقول فيه رب اشعث اغبر لو اقسم على الله لا ابره. اه شكلك بترتب لي حاجه. قول. طيب أنا بس ماشي معاك واحدة واحدة. ماشي. إذن المعيار هنا معيار التقوى، ليس في الطبقة وليس في أي حاجة، ده التقوى ما وقر في القلب وصدقه العمل. صلاة النبي علي، والله العظيم أنا حلوة قوي. طب أنا همشي بقى وأنت كمل الحلقة. لا فضل العربيين على عجمي ولا العجمي على إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله. تمام جدا. نعم. ورب أشعث أغبر لو أقسم. نعم. ليه بقى أو لماذا في هذا الإطار لا نسمي لما اجي انا عريس لبنتك ترفضني؟ ليه ارفضك؟ اوه تقول اصل هو مش من الطبقه، اصل هم مش عارف ايه، اصل هم مش انت بتتكلم. الاسلام ما قالش كده. الاسلام قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يا دكتور انا بتكلم على المجتمع الاسلامي. انا هنا اتحدث عن استراحه قرانيه زي ما وانا برضو هنا برضو من حقي يا دكتور هات لي ادله. يا عم كلم رئيس التحرير، من حقي ان انا اقول اللي انا عايزه. وانا من حقي اجاوبك ان شاء الله. طيب دلوقتي اذا كنا هنطبق الاسلام وهنبتعد عن الطغيان والاستبداد وما الى اخره، واذا كان القران الكريم وضع لنا روشتة بان اكرمكم عند الله اتقاكم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال رب اشعث اغبر لو اقسم الله لا، ومع ذلك يجي ابنك يتقدم لعروسة تقول له لا 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 دي أسرتها مش قد كده وإحنا مش عارف مين وشوف عمك. طبعا ما بتكلمش بشكل شخصي. أو أجي أنا أتقدم لعروسة تتقال لي لا لا ده إخواته موظفين فيش وكيل نيابة. ليه بقى؟ وده طغيان. ده طغيان. ده طغيان. ده طغيان. ده طغيان. أنا عايز أوصل لدي بقى. هو ده طغيان. أيوه. ده طغيان لأنه مقياس أعوج. أيوه. لأنه ده مش هيكرمها. هو التقي هو النبي علينا لسه في ملحق بس يا دكتور لسه في ملحق لما ده طغيان بقى. عايزنا ليه نحارب الطغيان السياسي؟ مش لما نتخلص الاول من الطغيان بيننا وبين بعض وبعدين نفضل الطغيان السياسي؟ علشان كده احنا بنتكلم في استراحه قرانيه على الطغيان بشموله. فانت لما تبقى عايز تغير الطغيان السياسي بتغير من نفسك. النهارده بنتكلم على الاستبداد صح؟ أيوة. فالاستبداد اقول لك انت ما تبقاش مستبد مع زوجتك وما تبقاش مستبد مع بنتك وما تبقاش مستبد مع جيرانك بالتوازي. لكن احنا برضو ما ينفعش نقول ايه طب خلاص خليه يقتل فينا لغايه ما نظبط نفسنا. ما فيش نفسينا. ما كنت اقول لك كده. ما انا عارف انك انت عميل. ما انا خلاص والله انا محضر لك اسئله الموضوع من بدري يا دكتور وعمال اجهز فيه. هو مقاومه الاستبداد مقاومه شموليه. يعني ايه؟ مفيش في الاسلام انا لما انتظر لما اصلح نفسي. هو اصلا مسلم يصلح نفسه وادعو غيره مش كده؟ اي طب خلاص انا لما ابقى مظبوطه باصلح الناس. مفيش واحد عمره هيبقى منضبط. عمري ما هصل لهذه الدرجه. واحد راح للامام الحسن البصري، واحد من اهل الحديث، الحسن البصري يقول له لماذا لا تعظ الناس؟ انت مش بتعلمهم ليه؟ قال يا امام انا لا اقول كل ما لا اعمل كل ما اقوله. قال ومن يعمل كل ما يقوله ود الشيطان لو ظفر بمثلك. ده الشيطان بيدور على واحد زيك. ومين يقدر يعمل كل اللي بيقوله؟ اتقوا الله ما استطعتم. فبالتالي احنا لا ده احنا على مجال الشخصي بنصلح وعلى مجال العلاقه بيننا بنصلح. نتخلص من الاستبداد في داخلنا وفي نفوسنا لنكون احرار. علشان كده الاسلام اصلا يواجه كل انواع الاستبداد. ما في حاجه اسمها استبداد مشروع. ما في استبداد اسلامي. ما في استبداد ده استبداد حلو وده استبداد وحش.
هو الاستبداد استبداد، لأن الإسلام جاء لصناعة حرية الإنسان، لقيمة الإنسان، لرفعة الإنسان، وكرمها ربنا وكرمنا ربنا فقال في كتابه ولقد كرمنا بني آدم. شوف شوف بني آدم، بني آدم صحيح. وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، شوف، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. طيب دكتور جمال، نكمل صورة الاستبداد، خدنا الصورة الفكرية والصورة الاجتماعية، هناخد دلوقتي الصورة الاقتصادية. لكن خليني أسألك، تفضل، ألا تعتبر نفسك مستبد دكتور جمال؟ مستبد على مستوى صغير يعني؟ أكيد أكيد، لأن احنا منهجية الشورى فيما بيننا، ربنا وصف المؤمنين، وصف المجتمع المسلم، والله سبحانه وتعالى والذين إذا أصابوا البغي هم ينتصرون، ثم قال في كتابه وأمرهم شورى بينهم، أمرهم كل حالتهم حالة عامة، وأمرهم شورى بينهم حتى في الرضاع لما يحبوا يفطم عن تراضي منهما وتشاور فلا جناح عليهم، لما يجي حتى تفطم ابنه ولا تفطم ابنها، عن شوف تعبير القرآن عن تراضي منهما وتشاور، يعني يتراضى ويتشاور فيما بينهم، الرجل ومراته هيفطموا ابنهم ولا ما بيفطموهش، شوف القرآن حتى الحتة الصغيرة دي يتراضوا بينهم، ولا ما ويتشاوروا عن تراضي منهما وتشاور. فبالتالي أنا التشاور ده سمة في المجتمع المسلم، وأمرهم شوف تعبير القرآن مش حتة بس، وأمرهم مش أمر الحاكم بس ولا أمر، وأمرهم شورى بينهم، فدي صفة المجتمع المسلم. فلما تغيب الشورى فيما بيننا وخلاص، أنا اللي أقوله هو اللي يمشي، وأنا اللي أعرف الحق الأوحد، ومحدش يعرف الحق اللي أنا، وأنا كلمتي اللي تمشي، ومحدش له كلمة معايا، كل هذه كلمات وشعارات جاهلية ليست من الإسلام في شيء. أيوه، نيجي بقى للاستبداد الاقتصادي. تختلف أو تتفق مع المفكر الموريتاني الأستاذ محمد مختار الشنقيطي اللي بيتكلم عن الاستبداد ملة واحدة، وموقفنا من ثورات على الظلم يجب أن يكون مبدئيا لا تهمه هوية الظالم المستبد، إسلامية كانت أو علمانية، بل الشدة على من يظلم باسم الإسلام مثل عمر البشير أولى. فاحذر مش عارف يا فيني علي، فاحذر التمحلات الفقهية والتحيزات الحزبية، وقف مع المظلوم ضد الظالم ولا تبالي. الاستبداد السياسي أقل خطرا من الاستبداد الديني. أول تاني، أيوة، الاستبداد السياسي أقل خطرا من الاستبداد الديني، يعني الفشل الديني أكتر. الاستبداد السياسي بيقوم على القهر والغلبة، الاستبداد الديني بيقوم على الغش والتدليس. الاستبداد السياسي بيقوم على القهر والغلبة بالسلطة، لكن الاستبداد الديني بيقوم على الغش والتدليس، والغش والتدليس باسم الدين. ولذلك يعني أنت مع اللي بيقولوا أن الفشل الديني أخطر من الفشل العسكري؟ مش الفشل الديني، يعني خلي استخدام الدين، ما من سلطة في عصر الحاضر ولا الماضي مستبدة إلا واستخدمت الدين لشرعنة هذا الاستبداد. ما من حاكم ظالم في حكامنا العرب أو المسلمين أبدا في تاريخنا إلا وكان له يد أو ذراع ديني استخدم به عصا يقهر بها الناس ويغش بها الناس ويدلس بها على الناس. وزي ما حضرتك تفضلت، هيطلع يقول لك لما تعارض الحاكم أنت خارجي أو أنت إرهابي أو أنت مضلل أو أنت أي حاجة في أي زمن أي مسمى، تبقى من القرامطة أيام القرامطة، تبقى من المعتزلة أيام المعتزلة، تبقى من الخوارج أيام الخوارج، تبقى من الإرهابيين أيام الإرهابيين، أهم حاجة، لأنه هو المستبد هو الدولة، المستبد هو الوطن، المستبد هو الأمن. فلما تعارض المستبد يبقى عارضت الأمن وعارضت الوطن وعارضت الحياة وعارضت الموت، كل حاجة كل حاجة، فوضعوا فيه كل شيء. ومن هنا سيأتي في كل الأقطار والأزمنة أن نقول أن الذين ينتسبون إلى التدين سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين. أنا شفت لقطة حضرتك بتتكلم عن الحج النصارى إلى القدس والدولة علماء الدين من أي جهة كانت في أغلب العصور هم أداة من الأدوات التي تستخدمها المستبدون. طيب خلينا نسأل سؤال يا دكتور وموجود، إيه الأسباب اللي تؤدي إلى الاستبداد وانتشاره؟ يعني من الناحية القرآنية
أبرز سبب من أسباب الاستبداد وانتشار الاستبداد عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نقف هنا شوية. نقف هنا. ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متأكد يا دكتور؟ أنا متأكد. وسعد الهلالي ماله سعد الهلالي؟ مثلا يعني بضرب مثلا خالد الجندي هو بيعملوا إيه يعني؟ ايوه ما هم دول ماشيين على الامر بالمعروف. لا ما بيامروش معروف ولا منها المنكر. ازاي بقى؟ يامروا بالمنكر وينهوا عن المعروف. ماشي. ازاي؟ هو اللي يامر بالمعروف. لا ربنا سبحانه وتعالى لما اهلك بني اسرائيل قال السبب ايه؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لا يتناهون عن منكر فعلوه. حينما يجد المنكر امامه ويسكت عليه منكر أو يقوم بمدحه منكر أشد أو يقوم هو بتشريع. هو بيأول الكلام ده لحاجة تانية يا دكتور ضدك برضو. يعني أنا شفت يعني؟ فيديو لسعد الهلالي بيصف الشيخ محمد عبد المقصود بأنه وصف أهل تركيا بأنهم أهل فترة. وأنا مش عايز أقول اللفظ يعني بيسخر من الشيخ محمد عبد المقصود. ماشي. هو مأول كلام الشيخ محمد عبد المقصود ده انه دول تركيا العثمانيين اللي كانوا موجودين من ايام العثمانيين وبتاع جاي تقول لي دلوقتي عليهم انهم اهل فتره اللي بين نبي ونبي. يعني هم أول كده. بينما هو سعد الهلالي نفسه نسي انه نبأ او خلى اثنين انبياء منهم واحد على المعاش دلوقتي. بالضبط كده. ايوه ما هي تأويلات. ما هي دي مشكله الدين انه هي مش مشكله الدين بس يعني هي تحفظ يعني. معلش يا دكتور كل واحد بيأول بطريقته. مشكله التدين. تدين الكاذب. انا قلت لحضرتك كده نقطه واضح معاك جدا. بقول لك الاستبداد الديني اخطر من الاستبداد السياسي. انا بقوم على الغش والتدليس. ده غش وتدليس. غش وتدليس انه اقاتل واقول له نبي واقول ربنا بعث اسمويه محمد ابراهيم والسيسي. انت هل انت محتاج تكمل معاه ده وتناقشه؟ لا ما اسالنيش. انا اسال عامه الناس. اسال عامه الناس. انتوا بتاخدوا من سعد الدين الهلالي دين؟ انتوا بتاخدوا من اسمه ايه انت قلت عليه الثاني ده؟ خالد الجندي دين. ما الناس عارفينه وشافوه مع الرقصات ومع المغنيات وعارفين تاريخه الزفت. الناس مش جهلة. لذلك أنا أراهن على الشعوب. الشعوب عندها وعي الآن يا أستاذ محمد. أنا أقول الشعوب فيها خير كثير وهي صاحبة المبادرة وهي صاحبة القوى الحقيقية وهي من نناديها أنها لابد هي التي تقاوم الاستبداد وفي يدها أن تقاوم الاستبداد وهي أقوى من السلطة العسكرية. طب نسمعه كده من فضلك. نسمع الشيخ سعد الهلالي. اسمع الشيخ سعد الهلالي. نسمع كده. بس دكتور هو بدأ بيعرف الشيخ محمد مسعود أنه بيكفر الناس. نعم. وبعدين بيشرح ان الشيخ محمد مسعود ما بيكفرش اهل تركيا. يعني وكانه نفى التهمه اللي الصقها بالشيخ محمد مسعود. هو بدايه الشيخ محمد عبد المقصود من يعني افضل خلق الله واحسبه من يعني افاضل خلق الله من الناحيه العلميه واكثر الناس حرجا في التكفير. الشيخ محمد عبد المقصود من الذين قاوموا ويقاومون التكفير منذ ان عرفته. يعني فبالتالي يعني هو ابعد ما يكون عن هذا الهراء. لا هو بيقول لك بيكفر الناس وبعدين بيقول لك قال على بتوع تركيا يعني اللي بيسكروا بتاع انهم اهل فتره. يعني ابعد ناس عن التكفير. ثم يجي بعد ذلك يعني هو الشيخ محمد مسعود لم يرد ان يكفر اهل تركيا كما يكفرهم ده. بالظبط. انما هو بيتكلم هنا كمان على شيوخ السلطان وبيقول شيوخ السلطان او فقهاء السلطان. وهو نسي يا علي ان مين اللي قال ان احنا من شيوخ السلطان؟ يا علي خالد الجندي. يعني هو بيرد على خالد الجندي. يعني خالد الجندي طلع في فيديو بيقول انا من شيوخ السلطان وده طلع يقول دول شيوخ السلطان اللي هم حضرتك. ده صحيح يعني. لا وهو في نقطه تاني. هو بيقول ان اهو نسمع بعد اذنك. طيب بيجهزوا. اتفضل يا دكتور. اتفضل. هو بيقول ان الشيخ محمد عبد المقصود قال ان اردوغان خليفه. انا ما سمعتش الشيخ محمد عبد المقصود قال كده. طيب. اولا رقم اثنين ان حتى الشيخ محمد عبد المقصود لو قال انه خليفه انت بتتكلم عن منصب سياسي لكن ما عطلوش منصب النبوه للسيسي. بالزبط. ولا عطل محمد ابراهيم ولا قال السيسي محمد ابراهيم موسى وهارون. طيب ما هو بقى في النص بين حضراتكم الافاضل وبين هذا الرقاصه بيسقط الناس في النص يا دكتور. ان الحق ابلج والباطل لجج. ما تخافش على الناس يا استاذ محمد. معلش انا معلش لا تخاف على الناس. الناس لا ياخذون هذا علم. انا اتحدى. لا في ناس بياخذون. أنا أتحدى في حد عاقل ينصف يأخذ من هذا علم. أتحدى هذا. أنا أعرف. أنا ابن جمهور الناس وابن الشارع. أنا مش جاي من بعيد عن الناس. أنا عشت مع الناس في المساجد وفي الشوارع وفي قضاياهم وفي كل. لم أجد أحد أبدا يسمع مثل هؤلاء. ليه يا دكتور؟ هات. أنا بقول لك يعني أسامة الأزهري ما حدش يسمع له. مين؟ أسامة الأزهري
علي جمعة، خالد الجندي، كل الأشكال دي كل واحد منهم قصة وكل واحد منهم أيوة بس قصدي أقول إيه، الناس بتسقط في النص بين التأويلات. صحيح صحيح، يعني بين الشيخ محمد عبد المقصود والشيخ الغزالي والشيخ، طب ما أقول لك إيه، ليحملوا أوزارهم أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ربنا سبحانه وتعالى كده، ولذلك أنا قلت لها أطلع حضرتك قبل كده، أول ثلاثة سعر بهم النار أولهم عالم، ربنا قال كده صلى الله عليه وسلم. أمال دي هتيجي إزاي طيب؟ طيب على كل حال، هو الدكتور سعد الهلالي كان بيتريق في الفيديو اللي عرضناه ده على بيتهم الاساتذه بانهم، والشيخ محمد مسعود طبعا اللي احنا بنحييه ان ربنا يديله الصحه يا رب، بيتهم الاساتذه بانهم شيوخ السلطان، وبيقول هم دول شيوخ السلطان، والفيديو موجود يعني، وبيقول بالظبط كده بالنص، اللي بدع منصب شيوخ السلطان هم العثمانيين. يعني الدكتور محمد مسعود، الدكتور جمال عبد الستار، الشيخ حسن الليمه، الشيخ قرضاوي، شيوخ سلطان بوجهه نظره، واني ده لفظ اللي بدعوا العثمانيين. طب تعال نشوف مين شيوخ السلطان يا شيخ سعد يا هلالي. هذا هو التكفير وهذا هو التضليل اللي بيتكلم عنه. أيوة. هذا هو التضليل، هو شيخ السلطان وهم شيوخ السلطان، يعني سعد الهلالي بيقول لك انتوا شيوخ السلطان، ويطلع خالد الجندي يقول لك احنا شيوخ السلطان، واللي خالفنا كفر كفروه اخرجوا اكفروا بالايه لو عيد الثانيه كده. يعني هو بيستخدم التكفير وبيستخدم التضليل، الاثنين بيستخدمهم وبيعلنها واضحا. انا شيخ السلطان، لكن انا عايز اقول ثاني اسمح انا بقاطعك سامحني. لا لا خلاص انا بقاطعك، الناس دي سقطت زمان، سقطت منذ يعني زمان، يعني ده استبداد ديني، ده اقل من استبداد ديني، دول خلاص سقطوا من تاريخ المجتمع والاثر. سيبك من الشاشه الاعلاميه دي يا استاذ محمد، الشاشه الاعلاميه دي شاشه فاسده بتاعت المجتمع، بقى عنده وعي، الامه عندها وعي، لم يصبح هؤلاء مصدرا للتعلم ولا مصدرا للفتوى، بل هم اكثر من ذلك، هم مصدر للتهكم. طيب هو ده وتوفيق عكاشة نوع واحد ونموذج واحد ومنهجيه واحده. طيب وده الشرط الثاني، التاول الشرعي الذي ساعد على اطفاء الشرعيه على استبداد. هو ده التاول الشرعي، التاول الشرعي انه اول الفعل، اقتلوهم بناس نتنا، مش ده تعبير مفتي؟ اقتلوهم، اقتلوهم بناس نتنا. هو حتى الناس النتنا في شرع مين اللي ربنا بيقتلهم؟ مين قال مين يقتلهم؟ ده حتى الكفر الكفرة لا يقتلون، أهل الذمة لا يقتلون، سفك الدماء لما واحد، لا الحيوانات، الحيوانات لا تقتل. ما في أبدا لا شرع ولا خلاف فقهي ولا خلاف علمي ولا خلاف شرعي بهذه الطريقة. لما يطلع معمم يقول لي كده وتقول لي الناس هيتأثروا بيه والناس، لا أبدا، ده سقطوا. ولذلك أنا بقول حتى من معالم التوفيق ان النماذج دي كلها سقطت، وان الوجوه القميئه دي كلها سقطت، والمجتمع راى هذا بعينه. وبالمناسبه على فكره، مهما قال الباطل ربنا سبحانه وتعالى بيقذف الحق في قلوب الناس، حتى عوام الناس، والله دول سقطوا حتى من عوام الناس. طيب عشان الوقت بيجري بينا، والسؤال اللي جاي ده سؤال تقليدي لكن انا مضطر اساله، هل الاستبداد جذور دينيه؟ كل الاستبداد استخدم الدين لتحقيق مآربه. دكتور معلش، يعني بمناسبة السؤال التقليدي قوي ده، قريت الطغراء لبعض السلاطين المسلمين؟ يعني أوصفهم؟ لا، بعض السلاطين اللي رفعوا راية الإسلام كانوا أحيانا يتم وصفهم بأنه الملك الطاغية. والطاغية هنا كانت بتتقال بمعنى انه الملك الفاتح، الملك الجبار، وكانت لفظ مستحسن لدى بعض الملوك. هل ده إجابة على ان الاستبداد كانت له جذور دينية؟ الاستبداد بيقوم على تشريع ديني لمنتفعين معه دائما. مش المسميات فقط والألفاظ، ده بيقوم على كهنة يسوقون فكرته، سواء قتل، سواء اغتصاب، سواء سرقة، سواء يعني تسلط، سواء حروب، سواء دماء، سواء أخذ الحكم عنوة، كل حاجة. يعني حتى فكرة التغلب في الفقه الإسلامي، الحاكم المتغلب. أيوة. انت لو رجعت القرآن والسنة لا تجد كلمة تغلب دي أصلا موجودة أصلا، تغلب دي لم تكن موجودة أصلا، اخترعوها الفقهاء لتبرير حالة معينة، حالة معينة ربما تكون لها مناسبتها في التوقيت هذا، لكن ليست أصيلة في الفقه الإسلامي. كل واحد يجي يروح شايلك من مكانك وقاعد نقول له خليك قاعد، ما احنا فقه المتغلب بيقول كده. يبقى احنا عمرنا ما هنقاوم مستبد ولا هنقاوم محتل، ولا عايز يجي ياخد أرضنا يتفضل ده متغلب، وياخد عرضنا يتفضل ده متغلب، وياخد بيوتنا يتفضل ده متغلب، والفقهاء المتغلبين قاعدين هيفتوا له إنه ده شرعي وجائز. طيب دكتور معلش، لو أن الجزء
لو أن الاستبداد جذور دينية يعني. نعم. نسبنا من فكرة السلطان والحكام. رئيس. هل ده أثر أو تغلغل داخل المجتمع وأصبح باسم الدين بيننا وبين بعض كده بناكل حقوق بعض؟ طبعًا. طبعًا. إحنا كم مرة نقول إن إحنا عندنا كمجتمع مسلم انفصام بين العبادة والسلوك؟ طب جميل جدًا، يبقى نستاهل إن نستبد يا عم عماد. سيظل المجتمع المسلم. لا دكتور، من شوية حضرتك قلت المجتمع فيه خير. دلوقتي حضرتك بتقول في فصل ما بين الدين والمجتمع. الدين إجابة بقى دي. لا، حينما نصف بعض المظاهر في المجتمع، التعميم ليس شرعيا في كل حالاته. التعميم، هذه الأمة كانت بخير وستظل بخير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال هلك الناس وهلكهم، تظل الأمة بخير. لكن حينما تظهر أعراض، لا نعني هذا أن الأمة انتهت. حينما نقول أن هناك استبداد داخل المجتمع، لن نقول المجتمع انتهى. حينما نقول أن هناك انفصام بالعبادة والسلوك، يعني ليس كل الناس عندهم انفصام، لكن ظاهرة اسمها ظاهرة انفصام. ظاهرة أن بعض الناس المتدينين بيبقى أول واحد في المسجد وأول واحد في السرقة، أول واحد في المسجد وأول واحد في الغش، أول واحد، وده المفروض ما يكونش موجود خالص. فلما تتحول إلى ظاهرة باسم الدين، وبل بين بعض المتدينين جزء منهم كبير، لما يجي يتعاملوا ماليا مع بعض في تجارة أو زراعة أو صناعة، بتجد غش وتجد تدليس وتجد كذب وتجد ظلم وتجد افتراء، وهذه كارثة كبرى تدل على أننا لم نفهم الإسلام فهما حقيقيا. ده موجود وسيظل موجودا في المجتمع، حتى ده حتى مجتمع الصحابة الكرام. طب ما نشيل المجتمع الصحابة. مجتمع الصحابة الكرام، قالت لكم في خلافات مالية بين الصحابة وبعض؟ كان في، كانت في خلافات، وفي واحد سرق ولا ما فيش؟ كان في، انا ما اعرفش. أه؟ امرأة سرقت وقطع النبي يدها، وقال لفاطمة لما جاءت، حديث مشهور، لما جاءت تشفع فيها: لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. حكاية المجتمع المعصوم، ما في هذا يا استاذ محمد، ما في حاجة اسمها مجتمع معصوم ولا حاكم معصوم. طب نشيل الدين من النص يا دكتور. نشيل الدين من النص يعني ايه؟ يعني الدين هو بيرسخ للجذور الاستبداد. باسم الدين أنا بحكم على بيتي على أساس أن أنا رب الأسرة، باسم الدين كله بالورق، باسم الدين أنا بعمل جمعيات وبكسب منها، باسم الدين بكبر وببقى حاكم دولة، بحكم باسم الدين على أساس أن أنا الراعي، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. لو شلنا الدين من النص، مش كده يبقى أريح؟ خلاص، يبقى كل حاجة حد يستخدمها غلط نلغيها. لأ لا، هنحط قوانين، هنحط قوانين، قوانين. ستجد الخلافات الأسرية اللي حضرتك بتتكلم باسم الدين ما تجيش واحد على عشرة في وسط الخلافات الأسرية اللي ما فيهاش دين. هات الأسر اللي متخلية عن الدين وشوف مشاكلها. تعالى كمان، الخلافات التجارية مع المتدينين موجودة، وإحنا بنعمل نقد ذاتي، لكن مع غير المتدينين أصل، واللي يقدر يقتل التاني عشان يكسبه بيقتله، سواء كانت دولة ولا أفراد ولا أسر. إذا كانت استبداد عند بعض المتدينين المفكرين، ده أنا عندي بعض العلمانيين وبعض الملحدين أكثر عنفا وأكثر تحجرا وأكثر قسوة وأكثر بعدا عن الاستبداد منهم. فحينما أقوم بنقد ذاتي، لا أقول أن المجتمع المسلم سيء، بالعكس، دي هذه الشجاعة. أنا بشوف يا أخي، يعني تعال أقول لي، حتى في جزء الاستبداد السياسي، الاستبداد السياسي لما الحزاب الإسلامية أو الإسلام السياسي زي ما بيقولوا كده بالتميم وجد في الحكم، مارس حتى بأخطائه، مارس الممارسة الديمقراطية بيتكلم عنها، لكن من أين جاء من الذي مارس الاستبداد؟ هل الذي حدث في مصر ممارسة سياسية؟ لما الجمهور يختار مجلس الشعب ومجلس الشورى ورئيس، هل هي ممارسة سياسية؟ هذا عيل الاستبداد. فارق كبير يا أستاذ محمد بين متدين يخطئ ومجرم يقتل ويسرق ويفعل. وبالتالي نحن لا عصمة لنا إلا في الدين، لأن الدين هو الذي حمانا. لكن في الدين تقدر تصلح له، تقدر تقوم بتقويمه، لكن الثاني ماذا تفعل فيه؟ طيب، الشيخ الأراجوز ده، وصعب انه عليه شيخ بصراحة يعني، كويس جدا، اتفقنا كده، والله لا صعب. بيقول قوله تعالى: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صحيح. مش ده ترسيخ لمبدأ الاستبداد وفقه الطاعة؟ قلت لحضرتك الاستبداد الديني ده أسوأ من الاستبداد السياسي. ليه؟ لأنه يقوم على الغش والتدليس. ما الآية واضحة يا دكتور. ما هذه الآية
هو ده تدليس الغش، ترتبط بآية أخرى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الحكم ده أمانة. الآية معلش، إن الله يأمركم، لا الآية دي قبل دي يعني، آه دي الآية في الصورة هي، إن في نفس الصورة إن الله يأمركم، بيقول للناس ويقول للحكام أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فإذا أديتم الأمانة وحكمتم بالعدل فلكم حق الطاعة. يعني الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، دي بعد الآيتين دول؟ مش بعد، خليها مباشرة يعني، دول آيتين في الحكم. في أي يعني لما تجمع الحكم في الإسلام في آيات متناسقة في القرآن الكريم، في نفس الصورة دي: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بالناس أن تحكموا بالعدل. فدي النقطة الأولى، إذا عملت ده فالطاعة كده. لكن أنت تشيل دي وتيجي ظالم وتيجي فاسق وتيجي سارق وتقول لي أطيعوا الأمر منكم، مين أعطاك أول الأمر؟ مين أنت تقول الأمر؟ بأمانة إيه أول الأمر؟ هل حكمت بالعدل؟ هل حكمت بالقسط؟ هل حكمت بالقرآن؟ هل حكمت بالسنة؟ كل ده تنحيه وتحرق كل ده وتيجي بطريقة ليست فيها شورى وليست فيها رجوع للناس، والآخر عايز القرآن يشرع لك اللي انت فيه. طب إذا كان البعض يعني البعض يروج، وأنا قريت رسالة الدكتوراه عن الاستبداد يعني، نعم ممتاز، البعض يروج، وفي الرسالة دي موجود ده، وأنا لو كنت أعرف كنت جبت الرسالة معايا النهاردة، أنا عندي جزئين يعني. بيقول ان على لسان سيدنا علي انه العامة اذا اجتمعوا ضروا واذا تفرقوا افعدوا. بمعنى ان العامة دول الصناعية وبتاعهم شرفين، فلما يجتمعوا عشان يقاوموا المستبد الصنعة هتقف ومصالح الناس تقف وبتاع، منسوب هو كده في الرسالة دي، معرفش تمام. وبيقول اذا تفرقوا كل واحد راح لمصلحتهم المجتمعي بس، اذا مقاومة الاستبداد ربما تكون فاتورتها اعلى من الاستبداد نفسه. ده تسويق خاطئ. ليه؟ ويقول لك ايه: حاكم غشوم ولا فتنة تدوم. ايوه كلام خاطئ. ليه بقى؟ الحاكم الغشوم يكرس الاستبداد مستمر وينشئ جيل لا علاقة له بالإنسانية. طيب يا دكتور خلينا في القرآن الكريم، ما هي طرق مقاومة الاستبداد؟ طرق مقاومة الاستبداد في القرآن، من القرآن أو يعني حتى احنا ربنا أعطانا النموذج عشان نقيس عليه، اللي هو نموذج فرعوني مستبد الأهل، بس ما عملوش حاجة، ده راح الصحراء وبعدين قطعوا ايديهم قالوا افعل ما تشاء. طب اصبر علي. طيب فين أعطانا مقاومة الاستبداد؟ أول مقاومة إن الشعوب دي أو الأمة دي تصطف الأخوة، والأخوة دي هديك نقطتين أو ثلاثة سريعا كده. سيدنا موسى لما جات له النبوة كان ممكن يقول لك أنا النبي وأنا القائد وتكفيني كده، لكن أنا وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبوا، مش كده؟ أي. وبعد كده سنشد عضلك بأخيك ونجعل لك ولكما سلطانا. حينما ولذلك حتى سيدنا موسى عليه السلام أخو هارون ده لم يظهر في مظاهر كثيرة بعد ذلك، يعني لم يظهر في الصراع بقوة بعد ذلك أبدا. لا مش يظهر بعد كده لما يطلع الجمل وينزل حاجات كده، لكن تعبير القرآن: واجدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا. الدعم الموجود مش هي الصورة، الرسالة مش هو اللي وصل في الصورة، اللي وراه الناس كلها مع بعضه. فإن هو يجمع أخوه حطه في الصورة دي أيا كان، دي صورة. اللقطة الثانية انه يستخدم، يعني كده بقول ان انتوا عشان تنتصروا مستبد لازم تستخدم كل الامكانات. علشان كده كمان هو لما راحوا اختلفوا مع بعض هارون وموسى لما طلعوا انت ذكرت ده، ورجع اخذ براس اخيه يجره اليه وهيحدث النزاع فيما بينهم. لم سهل قوي قعد اتنازع انا وانت والعدو يضحك علينا والسبيد بينا. سيدنا هارون بيقول له: اخي لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، انا كانت لي وجهه نظر، اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي. وراح لما اشتد النزاع قال له: فلا تشمت بها الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. فانا بقول لك تعالى اول نقطه في مواجهه الاستبداد: لا تشمت بها الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. سيدنا موسى قال ايه في الايه دي؟ ربي اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت خير الراحمين. تعالى يا سيدي اول مواجهه الاستبداد: ربي اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك. لكن هنفضل نقول لك اصل انت كنت واقف في الحته الفلانيه وانت شاورت لي قبل كده ومش عارف 30 مش عارف. فاول نقطه انطلاق الاخوه دي التغافل هذا: ربي اغفر لي ولاخي، لا تدفعني ان اكون مع الظالمين. شوف: لا تشمت بها الاعداء ولا تدفعني.
معي، ما تخلينيش أبقى معاهم ضدك ولا تجعلني مع القوم الظالمين. دي نقطة الانطلاق الأولى. طيب المقاومة نقطة الانطلاق الثانية، ودي برضو مهمة جدا في هذه الجزئية، إنك أنت ما تبحثش عن مكانة لشخصك، ما تبقاش بتقاوم علشان جمال اللي يبقى هو المقاوم، ولا فلان يبقى هو اللي فلان الزعيم بقى. الزعيم هو ربنا لما بعث لبني إسرائيل ملك عشان واحد منهم، قالوا إيه؟ إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. لما تبقى انت بتدور هو مين محمد ناصر ده، هو مين فلان الفلاني ده، اشمعنى فلان اللي يمسك كذا، اشمعنى علان اللي بقى هو اللي بيتكلم، لما تحدث هذا يبقى ده من صور منع التوفيق، ان يقوله ملك علينا ونحن احق بملك. لما كل واحد بيدور على مكانته ويدور على مقامه ويبقى عايز هو اللي في الصوره. انت بتتكلم على معسكرنا يا دكتور. انا بتكلم على معسكر مواجهه. مواجهه ده معسكر مواجهه. معسكر كل واحد يبقى بيتضايق ان هو مش في الصوره او مش متبروز في كارثه كبيره. أن يقول شوف تعبير القرآن ونحن أحق بملكه وأنا ده، أنت مش عارف تاريخي ولا إيه؟ أنت مش عارف أنا مين ولا إيه؟ أنت مش عارف أنا عملت إيه ولا إيه؟ أنت كنت فين؟ ونحن أحق بملك منه، ده صفاء ربنا سبحانه وتعالى. لو أنت على الحق ستفرح للحق وإن نصره جاحد، ستفرح للحق وإن نصره ظالم، ستفرح للحق وإن نصره كافر. أنت عايز دي أنت تنتصر يا بلاش في أي دين هذا وفي صحيح. أي عقيدة هذه صحيح. فبالتالي الأخوة مفتاح كبير، استخدام كل الطاقات، وأخي هارون وأفصح مش وحدي بس، أنا أروح وأنا اللي أخذ النبوة وأنا اللي أخذ الصورة، لا وأخي وأفصح مني إنسانا فأرسله معي، ثم بعد ذلك رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك، ثم بعد ذلك أن نتواضع فيما بيننا. ليس شرط من يأخذ الصورة ومن، أهم حاجة يفتح الباب ويغفر الذنب ويفرج الكرب ويفتح للناس ويحقق تحقق الحريه للادميين للانسان لكرامه الانسان. ده المستويات العليا في الفتح. ربنا يفتح عليك يا دكتور. بس خلينا نسمع سريعا راي الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه في قصه فرعون كده نتذكر مع بعض. رحمه الله رحمه رائع نفحه مباركه. لكن هو الحقيقه يعني في التاريخ يوسف قبل موسى. نعم. فيبدو انه العصر بتاع الهكسوس زي بيتكلم عليه فضيله الشيخ الشعراوي كان قبل عصر فرعون. هو طبعا بيعطي دلاله ان تعبيرات القران تعبيرات دقيقه جدا. فلم تاتي كلمه فرعون عبثا ولم تاتي كلمه العزيز عبثا، ولم لها قانونيتها اذا حتى لم نفهم بعض ادواتها. فبالبحث الدقيق نستطيع ان نقول لماذا ذكر هنا العزيز وذكر هنا الملك وذكر هنا فرعون. فهذه من اعجاز القران الكريم. طيب دكتور يعني معلش بس مقاومه المستبد في القران الكريم. نعم. اتصور ان حضرتك غطيت الاستبداد الى حد ما. الى حد ما، لكن يعني احنا بنتكلم في الموضوع ده، التواضع مهم جدا. ادخلوا عليهم الباب، كسر حاجز الخوف. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. نفضل قاعد كده إن شاء الله ربنا هيشيله، إن شاء الله ربنا هيغيره. لا، قالوا ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الأخذ بالأسباب، ادخلوا عليهم الباب، قوم بما تستطيع. لا يوجد تماهي مع الظلم، التصالح مع الظلم والتماهي معه والتعايش معه بيجعله يتضخم والأخر سيأكل الشعوب. وبالتالي الشعوب الحرة تستطيع أن تقيد الاستبداد. طيب لابد. دي مقاومة سياسية، لكن حضرتك ذكرت في الأول أن الاستبداد سياسي واجتماعي وفكري واقتصادي. نعم. عايز نموذج بس من مقاومة الاستبداد الفكري في القرآن الكريم. مقاومة الاستبداد الفكري اللي هو يعني التجديد، يعني هقول لك أنا حضرتك، التبعية كلما اتبعت إنسان فإنك تفقد من حريتك بقدر تبعيتك. صحيح. فلا تعطي هذه، فلا تتنازل عن حريتك إلا بقدر أنت يعني مقتنع بالتنازل فيه. أيوه. هذه نقطة. النقطة الثانية أن العصمة لله ولرسوله وما بعد ذلك كل واحد يؤخذ من كلامه ويرد، فلا تسلم رقبتك لأحد يعني يفعل فيها ما يريد بالسهولة دي. لابد أن تراجع لأنك ستحاسب. أنت ما يعني ما تسأل أول القيامة وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ما ينفعش يقول لك أنت ما صليتش ليه؟ تقول أصل محمد ناصر قال لي كده، أصلك أنت عملت، ما فيش كده. ألا تزر وازرة وزر أخرى. فالمسؤولية الفردية هي مفتاح النجاح. نحن نصنع الاستبداد أحيانا بالتبعية المفرطة. الطاعة لولي الأمر، الطاعة للزوج،
الطاعة للمدير، الطاعة للمسؤول مشروطة بطاعة الله ورسوله. أيوة. فإذا خالف الله ورسوله فلا طاعة لأحد أيا كان اسمه. يعني حتى الوالدين اللي هو ربنا جعل يعني الطاعة لهم بعد عبادته سبحانه وتعالى، قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بهم فلا تطعهما. طيب يعني هل تعد مثلا، يعني أنا بسأل، أنا لا أعرف في الفقه ولا في الحديث لكن هو بس بفتخيل، يعني هل تعد ما ورد في قصة قارون مقاومة فكر؟ يعني فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، وقال الذين أوتوا العلم لقد لم إيه؟ ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. هل دي مقاومة فكرية؟ تحصين فكري. آه ده تحصين فكري. تحصين فكري انك تبرز المفاهيم الصحيحه وتنشر المفاهيم الصحيحه عند الناس. العبره مش بالممتلكات، العبره مش بالجواهر دي، العبره بالقيم الاصيله عند الناس. إيه ثواب الله خير لمن امن ولا يلقاها الا الصابرون، مش اي حد يفهم. وبالتالي مهمه العلماء التبيين، مهمه العلماء صناعه الوعي. يعني هنا الشرط ان هو وقال الذين اوتوا العلم، هم مهمه اهل العلم التوضيح والتحصين والوقاية والوعي. لكن لما يقفوا في منطق التجهيل والغش والتدليس يبقى كارثة كبيرة. طيب يعني مقاومة الاستبداد السياسي ادخلوا عليهم الباب، ادخلوا عليهم الباب. طيب مقاومة الاستبداد الفكري من الآية وقال أوتوا العلم، وقال الذين أوتوا العلم وقال ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا قال الصبرون. ثواب الله لمن آمن وبعد كده فخسفنا به. طيب مقاومة الاستبداد الاقتصادي كما ورد في القرآن. الاستبداد الاقتصادي له صور كثيرة، مثلا إيه؟ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني أنفقوا حتى لا يكون المال خاص بالأغنياء، فكي لا يكون دولة. وفي آية إيه؟ ولا تكونوا أموالكم بينكم بالبطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس الإثم وأنتم تعلمون. الدكتور بالراحة علي، أنا يعني بسمع هذا القرآن الكريم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالباطل. مين الحكام في المقصود بهذه الآية؟ الحكام، الحكام مسؤولين. أصل الحاكم. طيب. فإنك أنت لا تأخذ أموال الناس بالباطل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها، تدلوا بها الحكام، تأخذ بها مكانة كمان، تأخذ بها مكانة، تأخذ بها قرب منه، تأخذ بها منصب كمان. تسرق أموال ده كده، تسرق أموال الناس. طيب يبقى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هو مقاومة للاستبداد الاقتصادي. نعم. والإنفاق كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. والإنفاق يا فندم. نعم. طيب مقاومة الاستبداد الاجتماعي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كان في النوع الثاني من الاستبداد، والاستبداد الفكري قلنا اللي هو بتاع قارون. نعم. والاستبداد الفكري له معاني كثيرة بصراحة. يعني الاستبداد الفكري ده يعني لم يؤت أحد الخير كله، ولم يؤت أحد العصمة كلها، العصمة لله ولرسوله، فكل الناس يخطئ ويصيب. فبالتالي لما تعطي العصمة لأحد إن هو اللي بيقوله هو القول الأوحد والفكر الأوحد والمنهج الأوحد، دي كارثة كبيرة، دي صنمية، دي نوع من الوثنية الفكرية. في حاجة اسمها الوثنية الفكرية، ده نوع من الوثنية لما تعطي الأحد القداسة وكل ما يقول هو الصواب ودون خطأ بغير النبي صلى الله عليه وسلم، في مشكلة كبيرة. فبالتالي ربنا أعطانا عقول. لا حتى ما هو يا فندم، ما أنا ده اللي عايز أقوله، بس المشكلة من آفات الفكر اللي اصطلح عليها العلماء، مش بس الفكرة دي ولكن أيضا التعصب لفكرتك. هو دي وثنية فكرية، وثنية فكرية أن أنا أتعصب لفكرة فلا أرى في غيرها الخير، ولا أسمع لغيرها، ولا أنظر في غيرها، ولا أقوم بنقدها، ولا بالتفكر فيها. ولذلك أنا أقول لحضرتك الأئمة الكبار لماذا تبقى الفقه المالكي والشافعي والحنبلي والحنفي؟ لأن تلاميذ كل هؤلاء قاموا بالتصليح، بالإعداد، التغيير عليه، وبالنظر فيه، وبإبداء آراء مخالفة حتى لشيوخهم الكبار، فانتشر العلم واستقر واصبح له حمله. يقال ان الامام الشافعي قال عن الامام الليث بن سعد والله الناس ان الليث افقه من مالك لولا ان اصحابه ضيعوه. خلاص بقى انت اللي هتعطي حلقه بقى الصحة القرانيه بعد كده، وانا هروح بعد كده. يا جماعه انا خدت شهاده، انا كده شهاده بالدكتور جمال. طبعا الليث بن سعد لم يكن له تلاميذ يحملون رسالته فماتت للاسف، وكان في درجه العلم ربما يعني يساوي هؤلاء او اعلى منهم. هو قال كده الامام الشافعي انه اعلم من مالك او افقه من مالك، ولكن لم لكن لما يكون له اصحاب، مش اصحاب يحملون الفكره بتعصب، لا، ينظرون فيها
ويغيرون فيها ويراجعون فيها ويبدلون فيها. وهذا اللي حصل مع الأئمة كلهم، تلاميذهم المتعصبين لهم إذا صحت كلمة التعصب قاموا بأنواع من التغيير والمخالفة لأساتذتهم، ولذلك بقي الفقه حيا، بقي مستنيرا، بقي متوافقا مع الواقع، وبالتالي قدموا حلول طبيعية للواقع. لم يكن الفقه في مكان والناس في حالة تانية، ولكن دائما كان بيوجد لهم الحل المثالي لحالتهم. طيب يعني إذن أبرز الوسائل اللي بيستخدمها المستبدون سريعا عشان الوقت خلص يا دكتور للأسف، لا وأبرز الوسائل المقاومة سريعا يعني احنا قلنا في وسائل المقاومة قلنا خلينا الأول ناخد بعد إذنك أبرز الوسائل اللي بيستخدمها المستبد. بيستخدم على طول الاستكبار. أيوه. في ناس لما واحد بيستكبر يقول لك مش هقدر عليه، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ فالاستكبار ده ضخم جدا، ويصل بقى للآخر أنا ربكم الأعلى، أنتم ما تفهموش حاجة خالص وأنا اللي عارف كل حاجة. فدي منهجية كبيرة. كويس. الاستضعاف، ربنا سبحانه وتعالى لما قص علينا قصة فرعون قال إيه؟ يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، وفي آية يذبح أبناءهم ويقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، فيذبح ويقتل. طب هو كان يذبح ولا يقتل؟ العلماء قالوا أنه كان بعضهم يذبح وبعضهم يخنق، فالذي يخنق اسمه يقتل، فلذلك القرآن عبر في آيات يقتل وعبر استضعاف القتل الإعدامات الإحراقات التخويف ودقة القرآن الكريم ويستحيي نساءهم كانت ثابتة. يعني مش هتتغير خلاص. مش هتتغير القرآن ولا تصلح عبارة مكان عبارة. سبحان الله. هذا الإعجاز القرآن الكريم. فالاستضعاف إن هو كل ما الناس عايز يعمل حاجة فيقتل. الاستعطاف بعد كده. الاستعطاف بقى في مواقف يعني إيه علي يعني إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، وبعد كده ضروني أقتل موسى. هو أنت عمال تقتل في أهل موسى لك 30 سنة. طب هل ده ينطبق على قوم لوط لما قالوا إنهم قوم يتطهرون؟ ده نوع من التسلط، استبداد، أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. يعني نفس القصة استعطاف. لكن هنا استعطاف إيه؟ الاستعطاف بيستعطف للشعب. أحياناً اللي هو بيسموها السهوكة في بعض العبارات العامية كده. يعني بقول لهم إيه؟ يعني هو عمال يقتل في أولادهم وبناتهم نساءهم الزمن ده كليته، وجاي ده في اليوم ده يقول لهم إيه؟ ضروني أقتل موسى. هو أنت كنت بتستأذن منه قبل كده؟ وليدعو ربه اني وانا كل همي خدمتكم، اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض فساد. الاستظهار انه يصنع مظاهرات ويصنع جمهور بيأيده ويصنع كده جو عام ان الناس كلها بتأيده والناس كلها معاه، وده اللي حصل يوم الزينه. ان يحشروا الناس ايه؟ وان يحشر الناس ضحى، تعالوا جيبوا الناس كلها، وارسل في المدائن حاشرين علشان ياتوا بالناس ويصنع حاله ان الجمهور كله معاه. فدي منهجيه بيستخدمها الطغاة. والاستخفاف الاستخفاف لما الناس تعرضوا مجموعه ولا مفكرين ولا جمهور يستصغر الشأن بيهم ويقول لهم ان هؤلاء لشرذمه قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. يعني ده مجموعة مش مؤثرة، ما لهمش لازمة، ما لهمش أثر، وهو عارف إن هم مؤثرين لأن نحن الحق، وهو خايف منهم، وهو بيحجب أصواتهم ويحجب كلماتهم ويحجب مواقعهم، هو بيخاف، لكن هو بيحاول يظهر ديناكيرات. ده صورة من الصور الاستخدام. الاستئصال لما الناس تقف قدامه ومفيش حل تاني بقى، مش بيتكلم بالعقل ولا المنطق لأنه ليس عنده عقل ولا منطق، لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذاب وأبقى. قالوا له إيه؟ لن نؤثرك على ما جاءنا من بيت والذي فطرنا. فالتخويف ده عمر كل الطغاة استخدموه، ولكن في الآخر هلك الطغاة وبقيت الشعوب وبقيت الأمم. الخوف يا دكتور اخر حاجه، الخوف انه يخوفك بقى. يعني حتى بنو اسرائيل لما خرجوا مصر وجاء فرعون بخلفهم خافوا، قالوا ان يعني فرعون موجود المدركون، قال كلا ان معي ربي سيهدين. وعمليه التخويف اللي بيستخدمك منها من اجل الامن، حتى لا نكون مش عارف مين، حتى لا نكون انا خايف عليك لاحسن ما تاكلش، ما انت بتجوعني عشان تقول لي ما اكلش، وبتقتلني علشان ما حدش يقتلني، وبتدمرني. كل ده عمليه تخويف، صناعه الفزاعات. هذه وسائل تستخدمها انظمه وتستخدمها منظمات، ويستخدمها كل مستبد سواء كان فكري او اقتصادي او سياسي، بيستخدم هذه الفزاعات اللي هو تخويف الناس. انا خايف عليك عشان كده بس بخنقك. أي المقاومة بقى يا دكتور سريعا يعني عشان الوقت خلص خالص، لكن المقاومة حضرتك قلت قلنا أخوة
قلنا اخوه، قلنا استخدام كل الطاقات بس من القران الكريم سريعا. احنا قلنا اخوه من القران الكريم. واخي هارون افصح مني هارون. طيب استخدام كل الطاقات المتاحه اللي احنا قلنا عليها، واخي هارون افصح مني لسانا فارسله معي ان يصدقني. ما تستأصرش بالمقاومه وحديه، استخدم كل طاقات الناس وامكانات الناس. النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهه استبداد قريش ماذا فعل؟ استخدم العربي واستخدم العجمي واستخدم المرأة أسماء واستخدم العبد واستخدم حتى غير المسلم المأمون في الهجرة. عبد الله بن أريقة الكافر المشرك استخدمه كدليل في الطريق. صح. فأنت مش هتنجح، بس النقطة دي مهمة، مش هتنجح في موقف المستبد وحدك. اجمع كل المواجهين للمستبد واستخدمهم معاك، استخدم كل الطاقات والإمكانات، فلا تدري في أيها الخير. دي مهمة جدا. إسقاط الاعتماد على غير الله، يعني أنك أنت ما تعتقدش أنك أنت هتنتصر لأنك أنت لك علاقة بالخارج ولا علاقة بالداخل ولا علاقة مش عارف مين. قوتك مش هي اللي هتسقطها وحدي، ولكن أنت تقوم ببذل ما عندك وتتوكل على الله سبحانه وتعالى، لأنه لا ناصر إلا الله. والله سبحانه وتعالى يمد الناس بمدد من عنده ويفتح لهم بآفاق من عنده. والناس بتخطط في ظروفها المادية حتى في عالم السياسة يا محمد، يقول لك البلد دي ما فيهاش أمل، وفي لحظة ربنا سبحانه وتعالى يفجر من الخير ما لا يعلمه إلا الله. الشعوب تبقى عندها وعي فتغير المعادلة في ليلة. صحيح. تغير في لحظة زي الجزائر كده. الصبر يا دكتور، الصبر. لما اشتكوا لموسى عليه السلام واشتكى طغيان فرعون، قال إيه؟ استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عبادي والعاقبة المتقين. فاصبر، ما تزهقش، ما تيأس، ما تقنعش انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرين. محتاجين نصبر، وحتى النتوءات اللي بنشوفها دي والصراع دي طبيعه الصراع، لكن الحصول على الحريه له ثمن. البلاد كلها والامم في تاريخها لم تحصل على الحريه مجانا، وما اخذه المستبد عنوه لن يتنازل عنه بالنصح، ولكن سيتنازل عنه بالجمهور وبالامه وبالوعي الصحيح. علشان كده على فكره اكبر عدو للاستبداد هو الجهل. طيب الدعاء يا دكتور؟ الدعاء في كل وقت وحين، واحنا عندنا خدنا قبل كده حتى في الدعاء دعاء سيدنا موسى على فرعون. ربنا انك اتيت فرعون امال او زينة امال في حدنا ربنا اللي يضلوا عن سبيلك. بالراحه دكتور. ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. هذا دعاء، دعاء ندعو عليه، والله سبحانه يستجيب دعوه المظلوم. يستجيب. لا تستهينوا بالدعاء فهو سهام الليل لا تخطئ. والله تعالى يعني يقول لدعوة مظلوم والله لأنصرنك ولو بعد حين. فلا نتهاون بالدعاء أبدا، وهو من وسائل النصر بإذن الله تعالى. التواضع دكتور، التواضع اللي احنا اتكلمنا عليه سعد، بنقول ايه؟ بنقول يعني مين فلان ده ومين فلان ده، يعني أن يكون له الملك علينا ونحن أحق. الحسد ده حسد وده بغض وده كراهية. اتواضع لله سبحانه وتعالى واطلب الخير للناس، واطلب الحريه للناس، واطلب الفرج للناس، وما تبحثش هيجي على ايد مين. التواضع امام الصمود، قصدي امام المغريات. الصمود امام المغريات هتجي لك مغريات بقى، زي قارون كده لما هتجي لك مغريات ماليه، هتجي لك منصب، هتجي لك شهره، هتجي لك حاجات كتيره ممكن تشغلك عن الحق وتخليك انت مستبد زيك زي المستبد. صحيح. وبالتالي ربنا امتحن بني اسرائيل عشان يؤهلهم للفتح بعد كده بنهر، ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفه بيدي فشربوا منه الا قليلا منهم. هتجي لك امتحانات وهتجي لك كده رغبات وهتجي لك فرصه، فاذا انت وقعت في الاغراء ده خلاص خلاص هتقع. فخلي بالك في مواجهه المستبد هيرمي لك حاجه وهتجي لك الطعم ده منه، من جيرانه، من احبابه، من اصحابه، من قرايبه، من خارج، من الداخل. لو انت جريت ورا الطعم ده هتتحول الى جرو بيجري ورا هواه ولا شهوته ولا بتاع، وخلاص وانتهت، وبالتالي تخسر الدنيا والاخره. وبالمناسبه دكتور. بالمناسبه لو وقعت ولو خسرت ولو تراجعت الحق مش هيسقط، ربنا سيسخر من يحملون الخير ويحملون الرساله وسينتصر الحق باذن الله. اخينا دكتور، المبادره. المبادرة، المبادرة أن تبدأ بنفسك، ادخلوا عليهم الباب. مش هيجي الظالم يقول لك اتفضل يا أستاذ محمد، مش هيجي المستبد يقول لك اتفضل يا جمال، مش هيجي المستبد يقول لك أنا زهقت تعالوا أنتوا بقى. ادخلوا عليهم الباب، خد بالأسباب المتاحة، حتى كانت وسيلة صغيرة، حتى كانت كلمة.
لا تتحتقر من لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. كلمه وجه، ابتسامه حتى لاهل الخير، مناصره لاهل الخير، ثناء على اهل الخير او مواجهه للظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده يعني اعظم الجهاد، افضل الجهاد كلمه حق عند سلطان جائر، افضل الجهاد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فان تقول بالحق وان تصدع بالحق وان تامر بالمعروف وان تنهى عن المنكر تكون انسان فاعل وناجح وناجع، هذا هو الإسلام وهذه منهجية الإسلام. دكتور جمال عبد الستار يعني أمتعتنا والله النهارده، أمتعتنا كتير جدا، بشكرك جدا والوقت عدى، لكن أكرر الشكر لحضرتك. بارك الله فيك أستاذ محمد وحفظك الله من كل سوء، وإن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله معنا الخير. على كل حال الأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. لما إذا شاء ربنا نعمل برنامج حواديت مصرية أو حكايات مصرية، هبقى احكي لكم عن عالم جليل مصري وقف قدام سلطان كبير جدا وقال له في وسط حشده وفي زينته: اتق الله في الرعيه. وسط علماء ومشايخ سلطان، القصه دي قصه رائعه جدا، ولما هتسمعوها ان شاء الله في حكايات مصريه هتذهلوا من اين اتى هذا الرجل بهذه الشجاعه وواقف قدام سلطان الارض يقول له اتق الله في الرعية. إلى أن ألقاكم السبت إن شاء الله، تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير.